فشل فشل. 100 مليون يعمل حاجه، قال لك انا كمان 20 سنه واخد بالك إيه لو الناس دي هتهاجوا مش مفيش مفيش الحل، يبقى احنا عندنا انا شبيت انا شبيت دارس وفارس في الدنيا دي، سارح على رزقي والرزق يحب الخفيه، عندي افكار في دماغي عايز اعيش صور وايا، اشتغلت انا كل حاجه ولا شغلانه خمعايا، متعلم انا ومعلم نظره عيني كفايه، والناس كلها تتكلم لو نهار رجايا، وكلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر، الناس بتحب المظاهر واللي يتفشخر. واخد بالك انت ازاي؟ ما اصل في الدنيا عايش حياتي يوم واحد وبيتكرر، انا حلمي تايه مني سوا علي بدور، انا وزميلي مافيا كيف معروفين باسم الحريفة، نشتغلوا في اي وظيفة، بالليل اشبحنا مخيفة، بالليل اشبحنا مخيفة، انا ليا وضع طلعت غشيمة عاملة جريمة على أقصامي، بطل شديمة يا ابن ازاي بتولع ناري، سكنتي ترشا وتعدي هنا على مسماري، ألغم هتفرقع وانتو تلفوا كده على زاري، البرمجية بنشقيها في أي حكاية، والصفقات بتعدي علينا ويخلص معانا، طب أنا وزميلي بنقضيها في أي حتة، ويا أي حد يجي علينا نكتب له شتة، ويا ازاي؟ ما ودماغي فصلت وصدعت من الحكايه دي، صحيني وصحي نفسك يلا نعلي الفرد شويه، من الاستباحه يا اخي انت باقي معايا، طب يلا برد واخد بالك انت ازاي؟ ما وبرد دبوس يلا نعلي في الكوبايه، فشخ الفشخين واخد بالك؟ الكل ماشي على دماغه والدنيا بايظة، في ناس عايشة مية مية الدنيا هايصة، وناس تانية تحت السفر معاهم ليصة، والدنيا بتلعب بينا وتقسينا على بعضينا، والشيطان يتحكم فينا كل يوم بيورينا، والشيطان يتحكم فينا كل يوم بيورينا، وخلاص خلص كلامه ده فريق شارع مزيكا، كتب الكلام أيمن أيمن كتب كلامه في الأنتيكا، أبو هيلا أحلى طارة على الحلة وأنتي وسيكا، مين استوديو يلا شعبي واخد بالك؟ هيختصم بقى واخد بالك؟ نسائهم وأموالهم حلال لكم، هينتشر الموضوع ده واخد بالك؟ ما قال لك نسائهم حلال وأولادهم حلال لكم، واخد بالك؟ أنت خش بقى على الناس اللي دي كلها واخد بالك؟ نسائهم وأولادهم حلال لكم.